صباح النور. صباح الخير لكل المشاهدين. يعني بعد ما شارف الدولار ال 11,000 وبتردي الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه، حبينا نرجع ننزل على الارض لنواكب وجع الناس، نكون حدهم وننقل حالات لربما يمكن اهل الخير واصحاب الايادي البيضاء تساعد اليوم وتغير حياه بعض هالعائلات يلي اكيد عم بيعانوا بظل الاوضاع اللي عم نعيشها اليوم بلبنان. اليوم معي الست زينب زيب. صباح الخير. صباح النور زينب. يعني مثل ما عرفنا انه حالتك مثل كثير من العيال اليوم، خبريني اكثر عن هالمعاناه اليوميه اللي عم بتعيشيها، خاصه عندك ثلاث اولاد. ويعني مثل ما شفنا هلا حنعمل جوله بعد شوي بالبيت عندك، عايشين باوضه على السطح، اوضه ومطبخ. خبريني هيك، اعطيني لمحه. الوضع كثير صعب، وبالنسبة انه هلأ الغلا صار ووضع المعيشة والفقر، وما في حدا انه بيساعد حدا بهالوقت اللي نحنا فيه، ومش قادرة انه أعملهم كل شيء، أعملهم احتياجاتهم، ظبط بيتي، غير وضعنا، ماني قادرة أعمل شيء. هلأ عندك انت ساكن معك كم ولد؟ ثلاثة أولاد. في أحمد، فاطمة، حيدر. فاطمة، أحمد، حيدر. مثل ما عرفت انه الاولاد ما عادوا فاتوا على المدرسه، يعني وفاطمه عمرها 20 وحيدر 22 واحمد 11 سنه. احمد عم بفوت، كان عم بيروح على المدرسه اخر فتره وما عم بيقدر بقى يروح. كيف مين بيساعدك عاده بالمصاريف؟ فاعلين الخير. يعني ما في مصدر رزق معين؟ ما في مصدر، لانه ابني موقف عن الشغل، ما في شغل، كان عم يشتغل ووقف. شو اكثر شيء انتم بحاجه له اليوم؟ يعني شو الاولويات اذا بدي اسالك؟ يعني اكثر شيء انت محتاجه له اليوم؟ اكيد محتاجه انه يتغير وضعنا للافضل، وانه الواحد يصير يعني كيف بدي اقول لك، غير وضعنا، نجيب ثياب للاولاد، نامن لهم احتياجاتهم، مثلا مثل اغراض للبيت، اكل، كل شيء يعني اللي بحاجه له الانسان الضروري بحياته، هاي نحن ما عنا اياها. مثل ما قلتي لي، بعتقد انه هلا رح نبرم شوي بالبيت، قلتي لي انه الخزانات مكسره. ما في كمان عندك هون براده برا، ما بعرف اذا كامل بيقدر يلف ويفرجينا شوي، انه ما في حتى شيء يرد عن البيت، يعني ما في حيطان، مركبه براده بمطارح، بفوت الشتاء بفوت المي بنفس الوقت. صح، بفوت كله هيدا الشتي لهون لجوا، وعندي المطبخ كمان كله هول مكسرين من فوق، مثل هيدي الارمد من هون كله مكسر كمان بفوت شتي. اذا كامل بتاخد فوق الارميد، كيف كمان هيدا كله منه يعني منه ثابت هيدا، اذا اجى هوا كله هيدا بيطير. هيديك السنه لما اجت عاصفه هيك طاروا. يعني اكيد الارقام عم تقطع على الشاشه لكل اللي حابب يساعد الست زينب اليوم. تفضلي. ميلاد، بنرجع بنذكر انه نحن بفقره من الارض، ومعنا اليوم حاله انسانيه للست زينب زيب، ام لثلاث اولاد حاليا عايشين معها بلا معيل بلا زوج. الاولاد كمان ما تعلموا، ما قدروا يكفوا علمهم، اوضاع كثير سيئه بغرفة على السطح مكونة من شبه صالون، إذا فينا نقول ما في يعني كمان حيطان بالصالون، ومطبخ وغرفة نوم. اليوم زينب، بما أنه ما كتير حيكون معنا وقت، خبريني شو بحاجة لشو أنت اليوم؟ أنا بحاجة للصراحة أنه غير بيتي للأفضل، وعندي البراد منزوع، الغاز منزوع، الحيطان مكسرة، إذا في حدا يساعدني بس يغير لي وضع بيتي، يظبط بيتي شوي، يساعدني بس منشان إن الواحد كيف بدي أقول لك، إنه إذا نام يكون نام دفيان مش ينام بردان، عرفتي شو؟ بحاجة لكتير أغراض للصراحة إنه يتحسن وضعنا أفضل من هلأ. بدك كمان بحاجة أنت لملابس للأولاد صح؟ خلينا نعمل جولة شوي بالبيت. منقوم هون مثل ما شايفين الصالون اللي نحن قاعدين فيه،
يعني القرميد بنقط بينزل مي، البرد بفوت لجوا، ما في حيطان هون بتحجب البرد والهواء ولا الشتاء ولا مية الشتاء يلي بتفوت لجوا. تنزل المي كمان من هون، ما في شيء مسكر اصلا. يعني زينب بحاجة انه حدا اذا بيقدر يصلح لها يسكر لها الحيطان او يقدر الباطون يزبطه، هيدا اللي على حروف الارميد تما يفوت بقى مي. البراد عنده منزوع بحاجة لبراد جديد. هيدا المطبخ اللي شبه المطبخ، منه مطبخ قادر كامل تفوت معه. يعني ايش مثل ما شايفين شبه حالة صعبة كتير. الأرقام عم تمرق على الشاشة لكل اللي حابين يساعدوا زينب اليوم وأولاد زينب لتتحسن أوضاعهم الاجتماعية، شوي تظبيطات بالبيت ليقدر البيت شوي يكون أأمن من اللي هن يعني قاعدين عايشين فيه هالظروف الصعبة. وفي غرفة نوم مثل ما عرفت كمان، فينا نفتح شوي صغيرة لأنه حدا جوا. يعني غرفة نوم صغيرة كمان هون، يعني منه بيت زينب، غرفة. إن شاء الله نقدر من خلال من الأرض يعني أكيد تحصلي على المساعدات اللي بدك إياها. يقدروا الناس بدك نطلع، يقدروا الناس كمان فاعلين الخير يقدروا يحسنوا لك وضعك الاقتصادي شوي وأحوال البيت. أولادك بحاجة لشو؟ أولادي بحاجة لكل شيء، بحاجة لشغل، بحاجة لوضع أفضل أحسن. مثل ما انك شايف الوضع يعني مش من قادرين نأمن شيء للصراحة نحن، لا أنا ولا أولادي. بدي أحكي شوي مع فاطمة. فاطمة بدي أسألك، كنت عم بحكيكي من شوي كنت عم تقليلي أنه شو حابة كنت تكوني؟ دكتور. ممرضة أو دكتورة؟ لا ممرضة. ممرضة؟ نيرس. يعني أنت بتحب تكوني نيرس. اليوم عمرك 20 سنة، شو هيك شو حابة يتغير بحياتك؟ شو بتتمنى؟ في كتير شغلات. علي صوتك. في كتير شغلات. مثل شو؟ مثل كتير أشياء. نو قلي لي شي منهم. شي منهم عشان تغير حياتنا، نو بدلها العيشة كلها. حبي ترجعي تتعلمي وتفوتي لتقدري تكوني ممرضة، هيك قلتي لي. وانا بقول لك يا فاطمه انه ما في شيء مستحيل، وان شاء الله بتقدري تعوضي كل شيء قطع وتصيري احلى ممرضه ان شاء الله. بدي كمان احكي مع احمد. احمد انت بالصف الثالث عرفت، كنت عم تروح على المدرسه وهلا من وراء على المدرسه الرسميه ومن وراء الاوضاع بطلت عم بتروح. شو حابب تصير لما تكبر؟ جيش. جيش. بالجيش بدك تخدم الوطن، كثير حلو. واليوم بالمدرسة أنت كيف، شاطر، بتحب الدراسة؟ إيه. شو حابب يتغير اليوم الماما؟ شو حابب يتغير بحياتها للماما اليوم بحياتكم؟ يتغير أوضاعنا للأفضل. شو في شيء أنت بعمرك، أنت عمرك 11 سنة، شو في شيء هيك حابب تجيبه؟ هيك شيء بيجي عبالك؟ ضاع ضاع ضاع، بطل عارف شو بدي. أكيد بدي أذكر إنه الأرقام كلها عم تمرق على الشاشة. المساعدة زينب فيكم تتصلوا وتساعدوا مباشرة. يعني هالحالة الإنسانية، ثلاث أولاد يا ريت بيرجعوا بفوتوا على المدرسة يتعلموا يحققوا أحلامهم. تقدر زينب ترتاح تطمن بالها عليهم. هالبيت يلي هو بحاجة لترميم، بحاجة لأدوات كهربائية، بحاجة لهالعائلة تحس بالأمان من جديد ببلد ما بقى مأمن شيء، ببلد كتير كتير صعب. بدي بس إذا كامل بس بدي أرجع. نعم ندى. زينب على كل حال قد ايه بعد معنا وقت؟ انا خلص وقتنا، خلص وقتنا ندى. على كل حال الرقم موجود على الشاشه، بتمنى نعم. من الناس مثل ما قلتي انهم يساعدوا هالعيله وانهم يوقفوا حدا بهالوضع الصعب. شكرا كثير لك ندى ويعطيك الف عافيه، كنت معنا من الارض. شكرا ميلاد.